ارميا 19. كده قال الرب: روح واشتري ابريق فخاري من خزف، وخد من شيوخ الشعب ومن شيوخ الكهنة، واخرج لوادي ابن هنوم اللي عند مدخل باب الفخار، ونادي هناك بالكلمات اللي كلمك بيها، وقول: اسمعوا كلمة الرب يملوك يهوذا وسكان أورشليم. كده قال رب الجيوش إله إسرائيل: أهون أجيب على المكان ده شر، كل اللي يسمع بيه تطقطق ودانه، عشان خاطر انهم سابوني وانكروا المكان ده وبخروا فيه الالهه تانية معرفوهاش هما ولا ابهاتهم ولا ملوك يهوذا، وملوا المكان ده من دم الاطهار وبنوا اماكن عاليه للبعل عشان يحرقوا اولادهم بالنار محرقات للبعل، الحاجه اللي ما وصيتش بيها وما اتكلمتش عنها ولا طلعت على قلبي. عشان كده اهي ايام تيجي يقول الرب، وما يتسماش بعد كده المكان ده مكان حرق الأجسام ولا وادي ابن هنوم، لكن وادي القتل، واكثر استشارة يهوذا وأورشليم في المكان ده، وخليهم يقعوا بالسيف قدام أعدائهم وفي إيد اللي يطلبوا نفسهم، وأخلي الجثث بتاعتهم أكل لطيور السماء ولوحوش الأرض، وأخلي المدينة دي عشان الدهشة والصفير، كل اللي يعدي فيها يندهش ويصفر عشان خاطر كل الضربات بتاعتها، وأكلهم لحم أولادهم ولحم بناتهم، فيأكلوا كل واحد لحم صاحبه في الحصار والضيق اللي يضايقهم بيه أعدائهم واللي بيطلبوا أنفسهم. بعدين تكسر الإبريق قدام عينين الناس اللي ماشيين معاك وتقول لهم: كده قال رب الجيوش، بالشكل ده أكثر الشعب ده والمدينة دي زي ما بيتكسر الوعاء بتاع الفخاري، بحيث إنه مش ممكن يتجبر بعد كده، وفي مكان دفن الأجسام يدفنوا لحد ما يبقاش في مكان للدفن. بالشكل ده اعمل للمكان ده، بيقول الرب، وللسكان بتوعه، واخلي المدينة دي زي مكان دفن الأجسام، وتبقى بيوت أورشليم وبيوت ملوك يهوذا زي مكان دفن الأجسام، نكسى كل البيوت اللي بخروا على السطوح بتاعتها لكل جنود السماء وكبوا كبات لآلهة تانية. بعدين جي إرميا من مكان دفن الأجسام اللي بعته الرب ليه عشان يتنبأ، ووقف في دار بيت الرب وقال لكل الشعب: كده قال رب الجيوش إله إسرائيل، أديني أجيب على المدينة دي وعلى كل القرى بتاعتها كل الشر اللي اتكلمت بيه عليها، لأنهم نشفوا رقبتهم فما سمعوش كلامي.